ضيوفنا الكرام، وأشكركم على تلبية الدعوة ومشاركتنا حفل اختتام دورتنا، كما أشكر جميع النواب على حسن التفاهم والالتزام والتحلي بروح المسؤولة من خلال استكمال إجراء تنصيب أجهزة المجلس. وبذلك تكون هيئتنا التشريعية في أتم الاستعداد لمباشرة عملها الموكول إليها بما يقتضيه الدستور والقوانين والأحكام التي تنظم العلاقات بينها وبين مجلس الأمة والحكومة. نأتي اليوم على اختتام هذه الدورة طبقا للمادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16/12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وكلنا عزم على أن نستعد لمباشرة أشغالنا فهو افتتاح الدورة القادمة إن شاء الله. أيها السيدات أيها السادة، إن حجم التحديات الذي ينتظرنا نحن ممثل الشعب يتطلب منا بذل كل الجهد والعمل على التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الوثبة التنموية التي ينتظرها الشعب الجزائري، والتي باشرها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية منذ انتخابه. أقول إن حجم التحديات يجعلنا نوحد جهودنا ونضع نصب أعيننا جميعا المشاكل التي يعاني منها الشعب والتي أثرت سلبا على وتيرة النمو، خاصة ونحن لا نزال نعاني من هذا الوباء الذي عاد ليضرب مرة أخرى بموجة جديدة من الفيروس، مما كانت له الآثار الواضحة على صحة المواطن بل وعلى مستوى معيشته. وإنني أغتنم هذه الفرصة لأترحم على أموات هذا الوباء الذين نحسبهم شهداء عند الله، وندعو بالشفاء لكل المصابين، ونطلب من الجميع المزيد من أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقاية اللازمة. وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أجدد خالص الامتنان والشكر لكل الطواقم الطبية وبقية الأسلاك التي واجه أعوانها هذا الوباء وقد أبلوا في ذلك البلاء الحسن. إنه لابد من الإشادة في هذا الصدد أيضا برجال الحماية المدنية الذين رفعوا التحدي وأثبتوا أنهم دائما في مواجهة مهما كان نوعها في مواجهة المخاطر مهما كان نوعها. شأنهم في ذلك شأن مصالح الغابات بكل أعوانها وإداريها الذين لم يدخروا أي جهد في سبيل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على ثروتنا الغابية. نعم، لقد برهنوا على استعدادهم للتضحية في كل الظروف والأحوال، وها هو الشهيد عون الحماية المدنية السيد بن علي فريد يلتحق برفقائه الشهداء أثناء تأديته للواجب الوطني بغابات الشريعة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ورفقائه جميل الصبر السلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى كل الرجال والنساء أهل التضحية جميعا أرفع أسماء آيات التقدير والعرفان في الوقت الذي نحث كل أطياف المجتمع المدني على المرافقة من خلال عملية التحسيس والتوعية بخطورة هذا الوباء، والعمل على الإسهام في مساعدة المجتمع لتجاوز هذه الظروف الصعبة. أيها السيدات أيها السادة، إن التكالب على وحدتنا لم يعد خفيا، وإنما أقدم عليه النظام المغربي في الفترة الأخيرة من استفزازات تعدت كل الأعراف والقوانين الدولية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء. هذا النظام الذي أثبت في كل مرة أنه قد عجز عن احتواء أزماته الداخلية
فراح يصدر ما يقترفه من عداوات وما يتوهمه من محاولة لصرف النظر عن القضايا الأساسية في المنطقة، وهو عبثا يحاول أن يساوي بين حق الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل استرجاع حريته وبسط سلطته على أراضيه وبين قضايا مفتعلة يثيرها بالتحريض والدعاية والدعم لحركات إرهابية انفصالية تسعى لزعزعة استقرار بلادنا وخلق الفوضى في كامل المنطقة بطواطئ مفضوح سافر مع قوى عدوانية حاقدة ساءها ما يحدث في الجزائر من استقرار وأمن في ظل بناء المؤسسات الجديدة بعد هبة شعبية صححت المسار وأعادت الكلمة للشعب في اختيار ممثليه وبناء مؤسساته القوية وتلاحمه مع جيشه الباسل حامي الحمى والمغاب الدفاع عن وحدة البلاد. وبتلاحم الشعب مع جيشه ستبقى الجزائر كما كانت واحدة موحدة قادرة على رد أي عدوان في ظل النسيج المجتمعي المترابط والمتلاحم. إنه لا يفوتني أن أهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعين الله عز وجل أن يتقبل قرباتنا وأن يعيده علينا وعلى الأمة جمعاء بالخير واليمن والبركات. والتهنئة موصولة لكل طلابنا الذين كللت أعمالهم بالنجاح في امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ونخص بالتهنئة الفائزين في شهادة البكالوريا متمنيا لهم مستقبلا زاهرا ومزيدا من التألق والتفوق. والشكر موصول لأسرة التربية على المجهودات التي بذلتها طوال السنة. أيها السيدات أيها السادة، لقد حان الوقت الذي ينبغي أن نكون فيه كرجل واحد كل في موقعه من أجل رفع التحدي ومواجهة الراهن بكل ما يحمله من أزمات. فبلادنا محتاجة إلى كل أبنائها الغيورين عليها، وشعبنا يتطلع إلى تجاوز الظرف المتعدد التحديات سواء على المستوى الصحي وجائحة كورونا لا تزال تضرب وتهدد النمو الاقتصادي المنشود مما يخلق المزيد من المشاكل الاجتماعية. هذه المشاكل التي يجب أن نكون نحن ممثل الشعب في طليعة من يواجهها، وذلك بالعودة إلى ناخبينا وفتح جسور الحوار والسعي الجاد مع بقية نخب المجتمع. والأمر يحتاج إلى إعادة الأساليب الحضارية في التواصل والإطلاع عن قرب وعن كثب على كل معوقات التنمية، والاجتهاد مع الجماعات المحلية في تذليل كل الصعوبات وإيجاد الحلول، وذلك بالتفاعل مع مكونات المجتمع المدني ونشر الوعي والحس الوطني. هذا الحس الذي ينبغي أن يرقى إلى مستوى التفطن للمخاطر التي تهدد وطننا وتستهدف أمتنا، وتعمل على تقويض أواصر اللحمة الوطنية التي صنعتها بطولات شعبنا وتضحيات آبائنا، بل ودفعنا من أجلها قوافل متلاحقة من خيرة أبنائنا الذين لم يبخلوا على هذا الوطن المفدى، قوافل الشهداء عبر المقاومات الشجاعة ومن خلال الثورة المجيدة وأبطالها الميامين. وإنها لسانحة أن نترحم عليهم ونحن في شهر الاستقلال والحرية والكرامة، عيد التحرر من الاستعمار الغاصب الغاشم، الاستعمار الذي يطمع مرة أخرى في أن يتلون ويتشكل في أشكال جديدة من خلال إشعال نار الفتنة والتحريض، مستعملا في ذلك بعض أعوانه خارجيا وداخليا. استعمار لا يزال غبيا ولم يحفظ الدرس ولم يدرك بعد عبقرية الشعب الجزائري وفطنته وإدراكه الأساليب العدوانية. استعمار يعتقد أنه قادر على استغلال بعض الظروف في مناطقنا وهو لا يعلم أن هذه المناطق ورغم تراكمات سوء التسيير في السابق إلا أنها عصية على المؤامرات والأحقاد والمخططات المفضوحة. أيها السيدات أيها السادة، إننا مطالبون اليوم جميعا بأن نواجه المشاكل
التي تعاني منها كل مناطق الوطن وتراكماتها عبر عقدين من الزمن لا تخفى على أحد، ولنا من الشجاعة والقدرة على المواجهة، ولنا من حكمة الرجال وإخلاصهم، ولنا في البرامج الطموحة والعقلانية المستمدة من برنامج السيد رئيس الجمهورية ما يجعلنا نتجاوز هذه الأزمات مهما كان حجمها. فالجزائر كانت ولا تزال ولادة للرجال المخلصين، وهي اليوم تضع قدمها الراسخ والثابت في سبيل تصحيح المسارات بعيداً عن الشعبوية الزائفة. تفعل الجزائر ذلك اليوم بالطرق العلمية المبنية على التحليل الدقيق والوصف العميق للحلول الناجعة والدائمة، وكل ذلك قد انطلق من خلال مسار سياسي واضح وشفاف وبداية معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن سياسة الهروب إلى الأمام. ولنا في حكمة شعبنا وصدق قيادتنا وعبقرية نخبنا ما يضمن السير في الطريق الصحيح. أيها السيدات أيها السادة، أود كذلك ألا أفوت الفرصة لأؤكد على ضرورة انخراط جاليتنا في الخارج في هذا المسار الذي تنتهجه الجزائر الجديدة، والذي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في أكثر ما من مناسبة. وفي هذا الصدد أهيب بنوابنا ممثل الجالية ألا يدخروا جهدا في خلق جسور التواصل والتفاعل وفتح قنوات الحوار والاستماع إلى انشغالات أبنائنا في الخارج، وهم الذين لا يقلون وطنية عن إخوانهم في الداخل، لأنهم من رحم هذا الشعب ومن منبت هذا البلد الطيب، يفرحهم ما يفرحه ويسوءهم ما يسوءه، مما يجعلني أوجه لهم نداء الوطن الذي هو بحاجة إليهم وإلى قدراتهم وإسهاماتهم من أجل تطويره وتقدمه. وسنعمل على دعم الدبلوماسية البرلمانية للمساهمة في تعزيز دور الجزائر المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف كثير من التوترات. نجدد التأكيد على المواقف الجزائرية للقضايا العادلة وحقوق الشعوب في تقييم مصيرها، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، كما نذكر بصواب المقاربة الجزائرية الرامية لتجميع الأشقاء الليبيين في ظل المصالحة والحوار لتمكين الشعب الليبي من حقه في بناء دولته وتجسيد الديمقراطية. زميلاتي زملائي، في الأخير باسمكم جميعا أجدد الترحيب بالحضور الكريم الفاضل السيد رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتبه، والمحترم السيد الوزير الأول وأعضائه طاقمه الحكومي، متمنيا لهم السداد والتوفيق في مهامهم بعد أن نالوا ثقة السيد رئيس الجمهورية، ونحن على يقين أنهم سيكونون في مستوى هذه الثقة الغالية، وألا يدخروا جهدا في سبيل تحقيق الوثبة الاقتصادية والاجتماعية التي نتطلع إليها جميعا، في الوقت الذي نتعهد ونلتزم كهيئة تشريعية أن نبذل قصارى جهودنا خدمة لوطننا في إطار التنسيق المشترك والبناء. والآن وطبقا لأحكام المادة الخامسة من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، نشرع في مراسيم اختتام دورة البرلمان العادية، وهي الاستماع لتلاوة سورة الفاتحة. فليتفضل الإمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
للضالين. صدق الله مولانا العظيم.